كارثة صحية، قذارة، طعام غير مناسب للإنسان، هذه بعض الأوصاف التي تحفل بها عناوين تقارير إسرائيلية عن وضع الوجبات التي يقدمها الجيش الإسرائيلي لجنوده، فضلا عن رداءة المطابخ وقاعات الطعام العسكرية التي تعج بالحشرات والقوارض، وفق ما أظهرته تحقيقات ميدانية عديدة. عمليات توثيق مثيرة للقلق وصلت إلينا حول ظروف نظافة متدنية في المطابخ وغرف الطعام العسكرية، وجبات محروقة مع عفن وصولا إلى فئران في الطحين. تردي الوضع الصحي لمطابخ الجيش الإسرائيلي ووجباته اليومية أثارت انتقادات وشكاوى عديدة من أوساط الجنود وذويهم. لم أذهب إلى غرفة الطعام منذ قرابة السنة وأشتري طعامي من مال الخاص، لأن غرفة الطعام شنيعة ولا يمكنني تناول الطعام فيها. على أن رداءة الطعام في الجيش الإسرائيلي ليست المشكلة الوحيدة التي يتذمر منها الجنود، إذ تضاف إليها مشكلة الطبقية والاستنسابية في تقديم الوجبات. هناك طعام خاص يقدم للقادة والضباط، وهو طعام أفضل من الذي يقدم للجنود، والعينات التي تؤخذ للفحص في المختبرات تكون من طعام الضباط. حجم هذه المشكلة وتبعاتها دفع مراقب الجيش الإسرائيلي إلى التدخل وإصدار تقرير وجه فيه انتقادات لاذعة للجهات المسؤولة، ولخص فيه بعض مكونات المشكلة كالنقص في كميات الطعام والظروف الصحية المعقدة وسرقة منتجات غذائية بعشرات ملايين الشواقل، وختم التقرير بأن جنوداً كثراً يفضلون البقاء جياعاً على تناول الطعام الذي يقدمه لهم الجيش. معلقون اطلعوا على التقرير قالوا إنه تقرير صعب الهضم بالنظر إلى ما أثبته من مشاكل صحية خطرة، وحذروا من أن التذمر من الحياة اليومية في الجيش قد يلحق ضرراً بثقة الجمهور به، فيما أشار آخرون إلى أن الجرذان والحشرات تثبت أن إعلان الجيش عن تحسين غرف الطعام وجودة الغذاء لا يزال في نطاق الخطط، أما بالفعل فإن الوضع خطير.